الحكم ويلي ميتشيل لنبدا معا متابعه اللقاء اللي هيبدا. الارسنال دقيقه حدادا على وفاه شقيق لاعب النادي الاهلي كابتن حماده صدقي، بنطلب له الرحمه وان يسكنه الله فسيح جناته. وحر تعازي برامج رياضيه بالتلفزيون والاذاعه لاسره الفقيد. صفر طبعا مش فاهمه هو واقف ليه، انما احنا مع شاشه التلفزيون. هنبدا لقائنا في لحظات واللي هيبدا ارسنال الاسود. الحكم بيشاور لمساعديه ويبدا اللقاء في الساعه اماميه طويله توصل لنمره 15 وتتقطع. حسام عرابي اماميه لحسام حسن تطول وتطلع بره الملعب. رامي التماس للارسنال. ثانية 22 ثانية. طبعا اضاءة واضحة تماما وصورة واضحة تماما. صعب على طول ناحية اليمين لياسر ريان. ياسر ريان تطلع بره الملعب. رمي التماس للنادي الاهلي. محمد عبد الجليل بيسقطها لابراهيم حسن بيطلعها للهوكوميلو ابي رقم 5 بره الملعب. ضربه ركنيه، اول ضربه ركنيه بتلعب على طول ياسر ريان. لعبها في النص بتقطع توصل لهذه خشبه لمحمد عبد الجليل. محمد عبد الجليل تقطع منه لهدي خشبه بيلعبها انما في رايه وصفار. ضربه حره غير مباشره نتيجه تسلل ياسر ريان. ياسر ريان النهارده لابس رقم 14. اجسام طويله للاعيبي الارسنال ممشوقه. تلهكوميلو محمد رمضان وتتقطع وترتاد بسرعة ورقص مرة ثانية ورجعها ورا ويمشي بيها يا سريان وعالية تطلع بره الملعب. ضربة ركنية للنادي الاهلي. ثاني ضربه ركنيه من الشمال للنادي الاهلي. عاليه ويطلع كابان سوتو لاعب دولي طبعا يلقطها من فوق. نقطه طلع على طول مساعد بين هنا حسام حسن بيفوت حسام حسن والحكم بيقول الكرة ادفانتج. بيقطعها احمد فهمي يطلعها بره ملعب وما زال حسام حسن قاعد في الارض بيتألم. بنزلوا المسؤولين عن العلاج الطبي دكتور مجدي عبد العزيز شايفينه على الشاشه معاه ان شاء الله يكون سليم ويقوم.
ما زال وقع على الارض. صلى الله بدا يقوم الحكم بيقول لهم اتفضلوا شيلوه. اسكندريه واضحه تماما، وكل جمهور اللي بيحضر هذا اللقاء هيستمتع ان شاء الله بلقاء ممتاز. انا شايف الكابتن حسام حسن ماشي بيتألم بيتجه لخارج الملعب، ان شاء الله يكون في استكمال علاجه الشفاء العاجل وينزل. هيطلع كابتن حسام، الجمهور بيشجعه. هنبدا فعلا، هنشوف الكره تلعب اهو، ضربه شفناها تاني، اعاده ذكيه اهو، ماسك رجله الشمال وبيتقلب، توصل الكره بره الملعب، ضربه مرمى للنادي الاهلي. خمس دقائق على بدايه الشوط الاول من لقاء النادي الاهلي والارسنال بطل لسوتو، ما زالت نتيجه التعادل بدون اهداف. محمد يوسف اماميه عاليه، لعب محمد رمضان ويقع في الارض، وهنشوف. انا ما قلت اجسامهم طويله وقويه، لعبه الرميه على طول الى التلكو ميلو عفي، بيلعبها تشيلسو ماليفان اماميه طويله، ابراهيم حسن، ابراهيم حسن وليفيكا ليخوتلا، ابراهيم حسن لعبها رمي التماس لاحمد شوبير، احمد شوبير بايده لابراهيم حسن، اماميه طويله حاجه جديده بيستقبلها جمال مساعد، اتقطع تروح لاسامه عرابي، اسامه عرابي على الارض، محمد عبد الجليل بيستقبلها وبيمشي بيلعبها، تخبط في واحد وترجع له ثاني وبينقلها ناحيه الشمال، محمد رمضان ماشي محمد وبيلعبها بالعرض ضعيفه، طلعها على طول وتوصل الى راكويت موتشيلا نمره 18، اماميه طويله على طول بصدره هادي وتتنقل توصل لحسام حسن، ينزل لمحمد رمضان لوحده جول. يا محمد على حظك، يا ده يا دوبك بينقلها لما تمشي بالعرض ويلحقها تفان سوتو ويمسكها ويلعبها اماميه عاليه. ابراهيم حسن ترجع ورا لهادي، هادي بيلعبها مية طويله بيتابعها حسام حسن، انما كان محمد رمضان متاخر ورا، راجع رايه وصفاره، ضربه حره غير مباشره نتيجه سلم محمد رمضان. دايما بقول الرايه وصفاره مع بعض تدي ثقه للجماهير، بتقتنع بتشوف حركه وتحرك اللاعب اللي فوق التسلل ما يقدرش يصلح موقفه، تلعب مية طويله تترجع على طول من يسر او ترجع له، بيستقبلها ياسر ريان وبيلعبها لحمد رمضان، بيستقبلها بيحاول يلعبها انما تتقطع تطلع بره الملعب، رامي التماس بيلعبها على طول لحسام حسن، حسام بيرجع في نص ملعب الارسنال، تتنقل ناحيه اليمين لابراهيم حسن، ابراهيم بياخدها احمد فهمي لابراهيم حسن، بيطلبها اسامه عرابي لابراهيم حسن، ابراهيم حسن تخبط في رجله وتطلع بره الملعب، رامي التماس للارسنال، متلاسي مسيلة بيلعب رامي التماس في صفاره، ضربه حره مباشره للارسنال، متلاسي ماتسيلا ده رقم ثلاثة، ده كابتن الفريق، إشارة الكابتن على ايده الشمال شايفينها اهو، ابو عالية على طول بيلعبها شوبير بالبوكس، توصل تاني في النص، مية من هذه خشبة أطول من لازم بره الملعب،
رامي التماس لعبها متلتي كابتن الفريق اماميه طويله استقبلها رقم 13 راكويز احمد فهمي لمحمد عبد الجليل بيمشي محمد عبد الجليل وبيمشي لوحده يخش منطقه الجزاء انما اطول من اللازم وتطلع بره الملعب تلهوكوميلو ابي رقم 5 بيطلعها رامي التماس لياقة بدنية كاملة أجسام صحيحة سليمة طويلة مرة الملعب رامي التماس مرة تانية مراقب على طول مساوي أحمد فهمي ترجع له مرة تانية بياخدها ويفوت لعبة طويلة حسام حسن ياها على شمال تابان سوتو اللي متوقعها وطاير وماسكها واعد الأرض ويقوم أمامية عالية طويلة رجعها حسام حسن ناحية شمال ياسر ريان ياسر ريان في ناحية شمال وبيفوت وبيمشي وبيرجع لنا من اليمين وبيرجعها ورا أطول من اللازم تروح تتخطف في نص الملعب يقطعها جمال مساعد من هنا أحمد فهمي إلى حسام حسن اللي جاي ناحية اليمين بيستقبلها حسام حسام لعبة برجل الشمال تخبط وترجع الى تشيليسو ماليفان رقم 2 بيلعبها امامية بيقطعها على طول جمال مساعد وبيلعبها ها ها بتفوت من مالوفرا وتخبط في رجل محمد رمضان وتطلع بره ملعب كرة مرمى لو متوقعها محمد رمضان جول اكيد لانها فاتت جايات اكتر ان شاء الله من رايحات نقل على طول لكابتن الفريق متلاتسي متيلة تعب يطلعها احمد فهمي بره الملعب اه هنشوف الكرة اللي فاتت دي اهي جمال مساعد بيلعبها اهي فاتت اه محمد رمضان شفت الكرة دي حكم بيصفر رامي التماس هيلعبها متلاتسي ابراهيم حسن تطلع بره الملعب مره ثانيه طويله ابراهيم حسن ترجع لمتلفي بيلعبها في وسط الملعب هذه خشبه هذه لمحمد عبد الجليل تتقطع وترجع تاني بيفوت بيها مهلومولا لعبها اماميه طويله طويله بيجري هذه خشبه طلعها بره ملعب رامي التماس طبعا السلامة اولا ما فيش لا فلسفة ولا نقول ثقة زيادة عن الحد خلفية ضعيفة بره الملعب نتيجة الارسنال زي ما احنا شايفينه الاهلي بدون اهداف حتى الان احمد شوبير لابراهيم حسن طويلة تتلعب توصل لمحمد رمضان لعبها بدماغه لحسام حسن حسام حسن بيمشي لما تخبط تروح ناحية اليمين لعبها طويلة تلوكوميلو توصل إلى أسامة عرابي بيلف يروح ناحية الشمال بيلعبها لابراهيم حسن لأحمد فهمي تقطع وترجع مرة ثانية بتلعب في نص الملعب محمد يوسف تقطع تقعد ناحية اليمين بيستقبلها بيبص وبيشوط جامدة لما تقف في السكة وتتعب إلى محمد رمضان محمد عبد وبيفوت محمد رمضان من ناحية الشمال وبيفوت بيلعبها برجله الشمال تخبط وتوصل لأحمد فهمي لحسام حسن بيلف لما تطلع بره الملعب ضربة مرمى للأرسنال. تلهوكوميلو بيلعبها طويلة. ياسر ريان، محمد رمضان، محمد عبد الجليل عالية. بره الملعب، ضربة مرمى. ضربة مرمى للأرسنال.
كابتن متلسي طويله. ياسر ريان الحروس اللي هتطلع بره الملعب يلعبها رامي التماس ورا لمحمد يوسف لهادي خشبه. هادي لعبها من غير ما يبص المره دي توصل لتيهو. ابراهيم حسن بيلعبها بيطلعها في السكه نخيطه مخابي نمره 12 وبيفوت توصل لاسامه عربي. اسامه عربي ناحيه اليمين وبيفوت لما بيطلعها بره الملعب. متلسي كابتن فريق رامي التماس هيلعبها ابراهيم حسن. ابراهيم طويله بيطلع حسام. احمد فهمي بيلعبها حسام عرابي واحمد فهمي. احمد فهمي بيلعبها توصل لحسام حسن تطلع بره الملعب. رامي التماس للنادي الاهلي. رامي التماس للنادي الاهلي تنهكم مين اللي لعب الكوره دي مع حسام طلعها بره الملعب. ابراهيم حسن احمد فهمي بيلعبها له اديها له انما مش متوقعها. احمد فهمي فاهم ان ابراهيم هيرفعها انما تطول وتطلع بره الملعب. ضربة مرمى 15 دقيقة على بداية الشوط الأول من لقاء الأهلي والأرسنال وما زالت النتيجة التعادل بدون أهداف في لقاء الإياب. That's one بابا نمرة 11 تقطع في السكة لما المساعد بيلعبها لياسر ريان ياخدها ياسر ريان. أسامة عرابي ابراهيم حسن طويله لحسام. متلاتسي بتفوت وتوصل الى تابان سوتو اللي متوقعها ويطلع ياخدها يلعب ايده على طول بتيهم وتابا على الارض قطع على طول من محمد يوسف بره الملعب. رمي التماس للاصل. رمي التماس للارسن اماميه أسامة عرابي بتلعب بتوصل إلى تيبونو لعبة عالية بيطلع أحمد شوبير بالبوكس. برافو يا أحمد على طول مبدأ السلامة على الجنبين من الصعب إنها تعمل أحسن من كده. محمد عبد الجليل حسام حسن محمد عبد الجليل بينقل على طول وسيارة لأحمد فهمي. أحمد فهمي بيطلع لما ياخدها وبيمشي احمد فهمي وبيفوت بيلعبها بالعرض قويه اقوى من اللازم تطلع بره الملعب. ضربه مرمى للارسنال تطلع بره الملعب. ضربه مرمى الى رامي التماس. انقضاض سليم ساعة في النص وابراهيم حسن بيتكعبل ويقع في الارض والحكم بيقول ماشي وبيحاول انه ياخدها. هذه خشبه برافو هذه يطلعها بره الملعب. ضربه ركنيه للارسنال من ناحيه اليمين. في انتظار الضربة الركنية. لعب عالية ونط في الأرض وسيبها شوبير بره الملعب. ضربة مرمى للنادي الأهلي. شوبير احمد محمد عبد الجليل وفي واسبع الخصم على طول ضربه حره مباشره للنادي الاهلي.
دي خشبة لأسامة؟ أسامة بيلعبها ناحية اليمين لجمال مساعد، جمال مساعد بيخش، ياسر ريان، محمد يوسف لأسامة عرابي، لإبراهيم حسن لحسام حسن، وفي كعبالة وصفارة، وضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي. دول الجهاز الفني وبدلاء نادي الأرسنال. حوالي 25 يارد بعيد عن المرمى. حسام حسن وإبراهيم حسن جنب بعض. ابراهيم هيمشي من على كوره على ما اعتقد وهيلعبها. حسام يلعبها جامده، بيطير تبان سوتو وبيطلعها على شماله ويمشي ويمسكها ويوقف ويرطع، واماميه عاليه ياخدها ياسر ريان وبيفوت ويلعبها بالعرض، تقطع محمد عبد الجليل جامده. هو كده تمام، كرة والتانية والتالتة على طول ان شاء الله نحقق اللي احنا عاوزينه. بعد فرام التماس تمشي كرة تخبط في رجل ابراهيم حسن، ومرة تانية مساعد على طول، سمع عرابي لحمد فهمي يلعبها من على طول، يطلعها على طول تلهكوميلي بره الملعب، ضربة ركنية تلهكوميلي أبي يطلعها بره الملعب، ضربة ركنية من ناحية اليمين للنادي الأهلي. حوالي 20 دقيقة على بداية الشوط الأول، ما زالت نتيجة التعادل بدون أهداف في لقاء الأهلي وأرسنال لوسوتو. لعب واطي على الأرض أمامية، جمال مساعد لعبها لأسامة عرابي، إنما كان تبان سوتو متخيل ومتوقع فكان بدأ يطلع، إنما رأي وصفارة وضربة حرة غير مباشرة. يلعب على طول بوتلاتسي كابتن الأرسنال إلى ياسر ريان. ياسر ريان بانطلاقاته المعروفة من ناحية الشمال بيفوت وبيكعبل اللي بينقل على طول وبياخدها محمد رمضان بكعب. حسام حسن لما تقطع ناحية اليمين ياخدها هادي خشبة تيوهو تيوهو بتلعب واحد اثنين لما تقطع وتوصل فيه وسط الملعب بتلعب ورا عالية عالية خالص. تشيليسو ماليفان رقم اثنين بيلعبها عالية خالص بره الملعب. ضربة مرمى للنادي الأهلي. أحمد شوبير. أحمد شوبير. وسام عرابي بيلعبها بتخبط فراكويف وترجع له. لعبها في نص الملعب، مش أي حد تاني، اثنان طويلة ناحية شمال بيستقبلها على صدره. راكويف بتطلع بره الملعب، ضربة ركنية. راح يلعبها تيوهو موتابا. تيوهو موتابا رقم 15 هو اللي هيلعب الضربة الركنية. طابة عالية طويلة بيطلع أحمد شوبير برافو يا أحمد، رمية عالية طويلة يجري
احمد عبد الجليل. يا اخويا عبد الله سران لمحمد عبد الجليل. من الشمال لليمين حسام حسن. بيستمر على صدره وبيمشي بيها ناحيه اليمين وبيلعبها لما بره الملعب. ضربه مرمى 25 دقيقه على بدايه الشوط الاول من لقاء الاهلي وارسنال بطل لوسوتو. في اللقاء الثاني الاياب وما زالت نتيجه تعادل الاهداف بعد مضي 25 دقيقه. محمد يوسف بكعبل لخطه مخابي وضربه حره مباشره. لعب طويله بتفوت بيطلع احمد شبيه على الارض لابراهيم حسن. بيمشي ابراهيم رميه طويله لحسام وتفوت وتنط. محمد رمضان داخل لما يطلعها تلوكو ميلو توصل مره ثانيه لرمضان لمحمد عبد الجليل. راح ناحيه الشمال رجع حاره لياسر ريان انما ياخدها من قدامه تيوه متابع. طبعا مية طويلة هادي خشب. هادي خشب شايف فيه ثلاثة موجودين في موقع السلم ملعبهاش وبيلعبها لياسر ناحية الشمال. بيمشي ياسر ورجعها تاني على اليمين وعالية. محمد رمضان تفوت محمد عبد الجليل بيوقفها. بامدا برافو تبان سوقته بتوصل لحسام بيلعبها بيمسكها تبان سوقته. تبان سوقته ده لاعب دولي مرمى الدولي للارسنال وهو ايضا مدرب في الفريق وعالية. الجمهور بدا يصحصح مع الهجوم للنادي الاهلي. هنشوف الكوره مره ثانيه بيفوتها حسام بيلعبها انما ضعيف تعملها وضربه حره مباشره للنادي الاهلي في نص ملعبه. شوطها جامدة ياها بره الاهلي من يمين بيردتين. كرة فعلا عالية وقوية انما بره الملعب. ده المتمرن تعب على طول. هنشوفها مرة ثانية قدام حرة مباشرة اهي. شوفها طالعة قوية ازاي الارتفاع المظبوط. يردتين بره الاهلي وترجع تخبط في الاعلانات وترجع توصل ناحية اليمين وسط الملعب ناحية اليمين للتو وبيفوت لما تطول تقطعها ولياسر ريان. ياسر ريان بانطلاقاته المعروفة وعلى رجله اليمين وهينقلها على طول. لعبها على الأرض. عالية. محمد رمضان تفوت وحسام. لعبه تنضر تضرب في تلهكو ميلو وتطلع بره ملعب ضربه ركنيه من ناحيه اليمين. ضربه ركنيه من ناحيه اليمين عاليه بيطلع على طول وفي دفعه وصفاره وضربه حره مباشره لتابانسو. توصل ياسر ريان على صدره بيستقبلها على في وسط الملعب تفتحها ركوة مشيلة ياخدها احمد فهمي. وجمال مساعد والحكم بيصفر. ضربة حرة مباشرة على ركوة. ضربة حرة مباشرة تلعب على طول لابراهيم حسن. ابراهيم لاحمد فهمي بيحاول يتحرك. اسامة عرابي بيحرصها لغاية ما تطلع بره الملعب. رمي التماس بيسيبها لمحمد يوسف. محمد يوسف محمد عبد الجليل لابراهيم حسن بيقع في الارض اللي بيلعب على طول لمحمد يوسف ويفوت محمد يوسف لأسامة عرابي. أسامة عرابي
في صفاره وضربه حره مباشره نتيجه مسك اسامه عربي. نمسكها التبان صوته على مرتين على اساس يمتص الكوره امتصاص سليم تتنقل توصل على طول الى لاتس وان. هذه خشبه تطلع بره ملعب رمي التماس للنادي الاهلي. هذه خشبه لاسامة عرابي جبال مساعد حسام حسن محمد يوسف لأسامة عرابي تتقطع بيقطعها متلاكسي وبيستقبلها قدام ده كابتن الفريق نمرة 3 حابب بيلعب برجله الشمال كويس وبالعرض وتفوت لعبة طويلة. هذه خشبة محمد عبد الجليل أقوى من اللازم لحسام حسن بره الملعب رمي التماس للارسنال. تيبو بيلعبها محمد رمضان خد على فخده وتطول منه وتفوت وتوصل لتشيلسو ماليفان احمد فهمي واسامة عرابي واسامة عرابي لمحمد رمضان محمد رمضان لجبال مساعد لمحمد عبد الجليل بينقلها على طول حسام حسن يا سلام طبان صوته بيطير وبيطلعها بيسقف لنفسه بيشجع نفسه يا سلام هنشوفها مره ثانيه كوره بتتنقل هنشوفها اهي لعب على طول في النص حسام حسن لعب على طول عاليه بيطير وبيطلعها بره الملعب يا سلام اربع ركنيه هتتلعب من ناحية الشمال وعالية وفي راية صفارة ضربة حرة غير مباشرة انما برضه تبان صوته طالع وماسك كورة على الأرض. تلوكو ميلو أبي رقم 5 هو اللي هيلعب الكورة. توتر باين طبعا في الصورة اللي فاتت على الجمهور. احمد فهمي بيلعبها تتاخد من محمد رمضان وتوصل لابراهيم حسن. ابراهيم حسن بتفوت بيلعبها ابراهيم لما تتاخد مره ثانيه وتوصل لتيتسو خالي. محمد يوسف بيلعبها محمد عبد الجليل بيرجعها تاخدها. هذه خشبة لما تتاخد منه وتلاقي ناحية اليمين إلى لاتس وان على الأرض وتفوت وتتلعب وتوصل لهذه خشبة بيفوت هادي وبيمشي بيلعبها ناحية اليمين لأسامة حسن لوحده الجول حسام ماشي وبيرقص وبرجله الشمال ياها برضه تفان صوته طاير وبيقول لزمايله اهدوا اهدوا الكورة مرمى هنشوفها مرة تانية في الإعادة. ماشي حسام غيره لعيب بيفوت رجله على رجله الشمال وبيشوط جامدة هنشوف طاير يا غير مباشرة نتيجة تسلل لاتسوان. هذه خشبة نتيجة ما زالت الأهلي والأرسنال بالتعادل بدون أهداف. محمد عبد الجليل بيحاول يصلح لنفسه إنما في بيشترك معاه لعيب وعلى يمينه لجمال مساعد بيصلحها بيشوطها انما عاليه بره الملعب. 34 دقيقه حسب ما هو باين على الشاشه وما زالت النتيجه التعادل بدون اهداف في لقاء الاهلي
والارسنال بطل الشرطه. بيطلع تابان سوتو يجيب الكره من ورا عشان ما يضيعش وقت. تدعوكم مولي ابي كومولو أبي عليا وسام عرابي يطير محمد يوسف يلعبها لياسر ريان وياسر ريان بيفوت من ناحية الشمال ويفوت رجله وبيفوت برضه مرة تانية وعليا وحسام حسن ومعاه تيلو كوميلو أبي اها تلعب مرة تانية لما تطلع بره الملعب ضربة مرمى للارض. شايف الحكم مدي ضربة ركنية. هنشوف اذا كان في اعادة للعبة اللي فاتت. احمد فهمي. لعبة عالية طويلة. وتوصل الى تينو. وتفوت تطلع برا الملعب. رمي التماس للارض. شيليسو ماليفان شيليسو ماليفان رقم 2 يلعبها متكعبل رجله ياخدها من قدامه تيوتو فاتا وامامية طويلة احمد فهمي احمد فهمي رجعها ورا احمد شبير وقفة وطلعها على الارض بره الملعب رمي التماس للارض برضه بقول السلامة احسن يوه مطابق رقم 15 بيلعبها بترجع له لما تمشي تطلع بره الملعب ضربة مرمى للنادي الاهلي ضربة مرمى للنادي الاهلي بتفوت توصل نمرة 12 رقم 12 إلى 11 نخيتو مخاتي وبيشد صفارة وضربة حرة مباشرة وأدي بدلاء الأرسنال هيلعبها محمد يوسف الملعب محمد يوسف احمد فهمي محمد رمضان الله على طول الكابتن وثلاثي توصل الى شوبير لوسام عرابي المياه الطويله لمحمد رمضان وتصلح له انما بيطلعها على طول الى مسيله صفارة ضربة حرة مباشرة للنادي الاهلي بيلعب محمد عبد الجليل لحسام حسن لمحمد عبد الجليل لمحمد رمضان اللي وراه وراه تلهق وميلو عفي بيطلعها في وسط الملعب ترجع لجمال مساعد لاحمد فهمي لجمال مساعد لما تطول وتعبها مية طويلة محمد يوسف متوقعها بيرجعها برجله الشمال الى احمد فهمي ياخدها منه تاني لأحمد فهمي لحسام لمحمد عبد الجليل محمد عبد الجليل بيمشي وبيمشي انما في لعبة زحلقة تيلو كوميلو عافي بياخدها بيلعبها مية طويلة اتنقل على طول وسام عرابي لهادي خشبة لابراهيم حسن لابراهيم حسن لجمال مساعد لقلتين ثلاثة لأسامة عرابي أمامية طويلة محمد رمضان يلحقها ويرجعها ورا لما تطلع بره ملعب رامي التماس تتلعب على طول الى تابان سوتو
قويه ناحيه اليمين من الشمال اليمين بيحاول ياخدها بفخده بيلعبها جامده رابع احمد يا شوبير على طول تلقوا مينو ابي رقم خمسه اللي لعب الكوره اللي فاتت دي محمد رمضان بيستقبلها وبيزعل على نفسه بيرقص وبياخدها مره ثانيه وبيلعبها ياسر ريان محمد عبد الجليل اللي لا محمد رمضان اللي محمد عبد الجليل تقطع وتخبط توصل الى متلاسي مسير 40 دقيقه على بدايه اللقاء الاهلي والارسنال وما زالت النتيجة التعادل بدون أهداف. وسام عرابي. ياسر رايان. بيحاول يفوت تتقطع وتطلع بره الملعب. رامي التماس للأهلي. حوالي 40 دقيقة زي ما قلت على الشاشة هي موجودة. وأدي الجهاز الفني. والبدلاء محمد عبد الجليل لياسر رايان. ياسر رايان. بتطلع بيطلعها بره الملعب ركوت موتيلا رامي التماس لعب على طول لأسامة عرابي على رجله اليمين وعلى الارض بيلعبها انما في كعبان الحكم بيقول ماشي طلعها على طول محمد يوسف تطلع بره الملعب رامي التماس للنادي الاهلي رامي التماس للنادي الاهلي لابراهيم حسن يبقى المساعد لابراهيم لأسامة عرابي محمد يوسف حسام حسن توصل لهادي خشبة هادي خشبة على طول محمد يوسف بيحاول يفوت طبعا في كعبله واعتقد في انذار لان مش ممكن لاعب لعب كوره بهذا الشكل وانضرب انما ضربه حره مباشره لمحمد يوسف يلعب على طول لياسر ريان ناحيه شمال وبيفوت ياسر ريان لعبان لما بره الملعب ضربه مرمى لارسنال لوسون يوهو متابع رقم 15 هو اللي هيلعبها او هياخدها كان هياخدها لما رجع وضربة حرة مباشرة او ضربة مرمى محمد عبد الجليل بيشترك لما توصل لجمال مساعد بيلعبها عالية طويلة لياسر طلعها بره الملعب رمي التماس للنادي الاهلي رمي التماس للنادي الاهلي مرة ثانية بس متقرب تقعد في وسط الملعب ابراهيم حسن وصفاره واتبع الخصم على طول ضربه حره مباشره لارسنال لسود لعب ناحيه اليمين وعاليه وتخبط في رجل هلال صوان تفان وتطلع بره الملعب ضربه مرمى للنادي الاهلي للنادي الاهلي 44 دقيقة حسب ساعتها انا بفضل دقيقة على انتهاء الشوط الاول من لقاء الاهلي وسورتو هذه خشبة بحروسها بالظبط بيلعبها لأسامة عرابي يفوت أسامة طبعا على طول محمد رمضان ياسر ريان ياسر ريان على رجله اليمين وعالية قاعد على الارض محمد رمضان
السلام. هنشوفه مرة ثانية اهو. يا سريان، أبا عليا، يطلع محمد رمضان. العبا اللي ما بره القايم الشمال بيرده ويقعد على الارض. نعم، محمد عبد الجليل، ابراهيم حسن، وسط الملعب، مبسوط وتطلع. الحقها قبل خط التماس. نمرة 6 و44 دقيقة و34 ثانية، وهذه خشبة، وفي ضربة حرة مباشرة نتيجة اعتراض حسن حسن في الثواني الأخيرة من انتهاء الشوط الأول. في مناقشه مع الحكم، انا بقول لا داعي لها لان ده ضربه حره بالمشرق الاعتراض. هيلعبها رقم 15 يوهو مرتضى. يوهو مرتضى في حيطه، الحكم بيقول ورا ال 10 يدات. عبد الله ورا قطع، هتروح له شرطه جنب، برافو يحمل يا شوبير. في صفاره تتنقل على طول. محمد عبد الجليل، محمد عبد الجليل، محمد رمضان بيلعبها له، انما في رايه وفي صفاره بانتهاء الشوط الاول من لقاء الاهلي وارسنال البطل لسوتو اللي انتهى بالتعادل بدون اهداف. كره سريعه جدا من الفريقين، لياقه ممتازه لارسنال، لياقه ممتازه زي ما احنا عارفين. انتهى الشوط الاول بالتعادل بدون اهداف. النادي الاهلي دلوقتي بيلعب على يمينك وانت في استاد الاسكندريه، ونادي ارسنال لسوتو على الشمال. النادي الاهلي بيلعب بفانيلته الحمراء، بنطلون ابيض والجورب الاحمر، اما نادي ارسنال لسوتو فبيلعب بالفانيله الصفراء، كم اسود وبنطلون اسود وجورب اصفر. ضربه مرمى للنادي الاهلي، محمد عبد الجليل بيلعبها، ترجع له مره ثانيه، بيلعبها اماميه طويله، لو يقطعها وسام عرابي، احمد فهمي، احمد فهمي ماشي على الارض اماميه، حسن بيجري، لما بتطلع بره ملعب، رمي التماس للنادي الاهلي من نص ملعب ارسنال. على خط النص تتلعب ابراهيم حسن، ياسر ريان، ياسر ريان بينطلق من ناحيه الشمال وبيفوت، تخبط، تطلع بره الملعب، رامي التماس. ضربه ركنيه. ياسر ريان برجله اليمين عاليه. بيطاحها تشيلسو ماليفان وأمامية طويلة. محمد يوسف بره الملعب، رامي التماس. محمد يوسف أسامة عرابي، محمد يوسف في صفارة، حكم بيشاور. حسام يرقص، بيلعبها طويله ناحيه اليمين، بينطلق احمد فهمي،
المفروض بي انا متقطع. ايمن شوقي نزل مع بدايه شوط تاني بدل من محمد رمضان، وبكده يبقى ايمن شوقي اللي هو احرز الهدف الاول في مباراه مسيره بيشترك ان شاء الله يسعد جماهير نادي الاهلي ومصر لاحراز اهداف في لقاء اليوم. مهلومولا رقم 8 وعلى الارض ضرب. انا شايف دلوقتي اربع لاعبين سخنهم من ارسنال، طبعا اي مدرب بيحاول ان هو يستفيد من الايقافات اللي في المباراه لاعداد البدلاء. الاربعه هيستعدوا لمده ربع ساعه، اذا اتزنق يقدر يلعب اللعبه وهو جاهز، اذا ما اتزنقش ما خسرش حاجه لان اللعيب المفروض ان هو بيستعد للاشراك في اللقاء. ما زلنا في انتظار اسعاف مهلومولا رقم 8. الجماهير بتستعجل خروجه. رجال اسعاف اسكندريه مستعدين وموجودين، ورجال اسعاف اسكندريه باستمرار موجودين معانا في كافه اللقاءات ولهم جهد كبير جدا. هم الاربعه بيسخنوا، شفناهم على الشاشه زي ما قلت لحضراتكم، وثمانيه بدا يخرج. بكده يبقى مدرب الارسنال بيستفيد، ده معلق من لوسوتو بيذيع المباراه على الهواء الى لوسوتو. وادي الزميل عبد الباري زاهر وزميل اشرف شاكر اذاعه شباب الرياضه بتلعب الكره على طول بتوصل الى ايمن شوقي لاحمد فهمي وجمال مساعد ابراهيم حسن رايه صفاره. رمي التماس لارسنال لوسوت. محمد عبد الجليل لايمن شاوي. محمد عبد الجليل لعبه ناحيه اليمين طويله اطول من اللازم تفوت من احمد فهمي بره الملعب. رامي التماس، رامي التماس الله ابراهيم حسن تاخد منه خدها جمال مساعد ويقوم ابراهيم حسن بيطلع على طول تفان سوتو. قوميه عاليه محمد يوسف يرجعها على طول. توصل ابراهيم حسن بيلعبها طويله. اسامه عرابي ركويت موشيله لاعب جامده برافو احمد شوبير سد الزاويه بطلعها بره. كابتن ابو سلام وكابتن رمضان وكابتن صلاح قصدي هنشوف الكوره مره ثانيه يستقبلها وبيفوت. هنشوف هيلعبها ازاي بسرعه. كابتن شوبير قافل الزاويه تمام طلعها بره الملعب. ضربه ركنيه، ضربه ركنيه لارسنال لوسوتو. احنا عارفين طبعا نتيجه المباراه الاولى فوز الاهلي 1-0 في مسيره اللي جاب الجول ايمن شوقي اللي اشترك مع بدايه شوط ثاني. وعليا طلع على طول محمد عبد الجليل توصل ناحيه اليمين لاحمد فهمي تستعمل في رجله وتطلب ويلعبها تخبط في رجل رقم 6 لفيكا لخويله وتطلع بره الملعب. رامي التماس للنادي الاهلي. وسط الملعب
الى تيوهو متابع. يقف ياسر ريان ياخدها منه لفيكا لخوتيلا. تطلع بره الملعب رامي الكناس للنادي الاهلي. ياسر ريان لاسامة عرابي. ياسر ريان نصر حسن. ياسر ريان يفوت الى ماتشي اليسو مع اسامة عرابي. ابراهيم حسن لاحمد فهمي في رايه وصفار. 10 دقائق تقريبا وما زالت النتيجه التعادل بدون اهداف في لقاء الاهلي وارسنال لوسوتو. نمرة 3 كابتن موتلاتسي ماسيلا هيلعبها برجله الشمال. هيلعبها برجله الشمال. لا لعبها باليمين مرة دي عالية طويلة. محمد يوسف لأسامة عرابي. في زقم أسامة عرابي. لما تطلع بره الملعب تبقى رمي التماس لأرسنال لسوت. شيليسو ماليفان رقم 2 وتخبط في 11 لاتسوان وتطلع بره الملعب رامي التماس. في 14 من ارسنال لسوتو بيسخن. هنشوف هيلعب بدل مين. تطلع الكوره بتلعب لحسام ناحيه شمال بيستقبلها حسام وبيرقص لما بيقع في الارض وتتلعب. برافو محمد يوسف ياخدها لاسامة عرابي لحسام. حسام بيفوت لما بتاخده قدامه وتطلع بره الملعب رامي التماس. للاهلي اسامة عرابي لياسر ريان لاسامة عرابي. نيوكولان اللاعب رقم 14 زي ما انتم حضراتكم ده لاعب دولي. هنشوف الكورة مرة ثانية. ادي محمد عبد الجليل والجول طالع. يلعبها محمد يا دوبك كورنر وتلعب عالية طوال هم ورا بيطلعوا كل كورة عالية. وسام عرابي بيستقبلها وبيفوت النمرة 7 وبيلعبها بالعرض. ياها نص ياردة كمان فوق يا حسام نص ياردة بس. الجول بيخبط له على راسه وبيقول له هارد لك روح رياضيه حق. هنشوفها مره ثانيه. وادي اسامه عرابي بيفوت نمره 7 بيحاول يزقه بيكسرته اهو. حسام لو طلع فوق شويه طياره كان جول. العوم الاهلي بدا ينشط الجمهور بدا يصعصع. الكوره بتاعت 3 4 3 بيلعبها احمد فهمي تطلع بره ملعب ضربه ركنيه من ناحيه اليمين. ادي جمهور مصر الحبيبه وادي علم مصر واعلام النادي الاهلي وبدا الجمهور يصحصح. احمد فهمي 8 مهلومولا يطلق خروج. ابراهيم حسن بيلعب عليها لما الحكم بيصفر هيستنى لان رقم 14 نيو كولان هينزل بدل 8 نيو كولان رقم 14 وده لاعب دولي بينزل في الدقيقة 13 من بداية الشوط الثاني. عالية بتتلعب ياسر ريان وبيفوت ياسر من ناحية الشمال رجعها ورا لأسامة عرابي بتلعب على طول في راية وصفار. ضربة حرة غير مباشرة للارسنال. لعبة أمامية طويلة. محمد يوسف. أسامة عرابي. محمد
عبد الجليل بيجري وحسام معاه نقلتين ثلاثة وتفوت توصل لمحمد يوسف لحسام لياسر ريان. ياسر ريان تتاخد منه وسام عرابي تبعد عنه. خد النمرة 11 عرابي العرض تتنقل إلى راكويت موشيلة وأمامية عالية ناحية الشمال لاتس وان ياخدها منه إبراهيم حسن. برافو إبراهيم لأسامة عرابي. أسامة عرابي لحسام بيستقبل حسام بيلعبها محمد عبد الجليل. محمد عبد الجليل بيفوت يقع بتطلع بره ملعب طويلة ضربة بره. الحكم بيقول له قوم ما فيهاش حاجة. دقيقة على بداية الشوط الثاني وما زالت النتيجة التعادل بدون هدف. حسام حسن بيستقبلها بيشطها انما عالية بعيد عالية بعيد يعتذر للزملاء. تبان سوتو بيحطها لمتلبسي مسيلة رقم ثلاثة كابتن بيلعبها برجله اليمين طويلة لعبه جمال مساعد وتوصل لهادي خشبه لاسامه عرابي تطلع بره الملعب رامي التماس للنادي الاهلي. اسامه عرابي لعب بالعرض تطلع بره الملعب ضربه ركنيه للنادي الاهلي. ضربه ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه اليمين راح محمد عبد الجليل برضه يلعب. يلعبها محمد عبد الجليل كاملة يطلع على طول تفانسوتو بيرقطها وبايده بيلعبها ناحيه اليمين تشيلسو ماليفان. تشيلسو ماليفان بيلعبها في النص لنيوكولا لتيسو خالي احمد فهمي عبد الجليل وحسام حسن. حسن عبد الجليل ماشي وحسام حسن لما تبعد وعاليه طويله تطلع على طول حسام عرب على صدره بيلعبها تخبط وتغير اتجاهها انما ضعيفه لو سريعه كان ممكن تفوت. قصور الذات راح شمال والكره انخبطت من جهه يمين اللي ما بيمسكها ويلعبها عاليه. محمد يوسف يوسف توصل الى لاتس وان ياخدها منه احمد فهمي بيلعبها انما بيلعبها في الاتجاه المضاد وتتقطع تلعب على طول تطلع بره الملعب رامي التماس للنادي الاهلي. والله بدا النادي الاهلي ينشط ان شاء الله نشوف حاجه. ابراهيم حسن ياخدها اسامه عرابي بيفوت محمد وعالية لما بيقطعها على طول تبدأ تقومك وتتشقلب وتقف وترجع تاني. طبعا في ناس بتقول ضربة جزاء كور غير مقصودة اطلاقا. ياخدها نيكولان بيمشي هذه خشبة لأسامة عرابي بيلعبها توصل له مرة تانية يفوت بيفوت من ناحية الشمال وبيعدي أسامة عرابي وبيقرب بيلعبها بالعرض تفوت واحد أحمر يحطها على طول وتوصل لياسر ريان. ياسر ريان إلى جمال مساعد. جمال مساعد يلعبها لأحمد فهمي. أحمد فهمي بيمشي من ناحية وبيلعبها حسام حسن يلف لما بتتاخد منه متلاتي مسيرة بياخدها وتتلعب على طول أمامية طويلة هذه خشبة أربع خمس كور ورا بعض هذه خشب يلعبها إنما توصل وتروح إلى إبراهيم حسن. إبراهيم حسن لأحمد فهمي في غاية صفار ومع ذلك لعبها حسام وتفهم بسرعة.
كده من الصبح، طلع من الصبح عشان الدفء وعشان النشاط. رمي التماس لعب طويلة توصل إبراهيم، إبراهيم حسن بيلعبها. بينطلق وبيفوت وبيفوت، حسام بيديها له لما بيفوت وتمشي وتقع في النص. ابراهيم حسن اسامة عرابي بيستقبلها. لهادي خشب، هادي خشب بيمشي لحد خط النص، بيلعبها لمحمد عبد الجليل. احسن من راحات ان شاء الله. تعب ياسر ريان ويلحقها ويرقص ويمشي وبينطلق ولأسامة عرابي. أسامة عرابي من الشمال لليمين لأحمد فهمي. أسامة عرابي، أسامة عرابي بيحاول يرقص ويروح ناحية اليمين ويلعبها لأحمد فهمي برضه. أحمد فهمي لأسامة عرابي لأحمد فهمي لما تقطع في السك بيقطعها وتلاقي مسيلة وفي نص الملعب نيكولا وتطلع بره الملعب. رمي التماس، رمي التماس إلى شوبير. 21 دقيقة زي ما احنا شايفين على بداية الشوط الثاني، تقريبا داخل على نصف الشوط الثاني. شوبير أحمد فهمي لمحمد عبد الجليل، محمد عبد الجليل إلى ياسر ريان. ياسر ريان بيستقبلها ويفوت من ناحية الشمال، لعبها بره الملعب ضربة مرمى بالأصل. الحكم بيقول لمست رجل واحد وتطلع بره الملعب، تبقى ضربة ركنية لياسر ريان. طبعا شايفين المدير الفني وجنبه لاعب واحد اللي هو حارس المرمى البديل، الأربعة بيسخنوا ياسر ريان. ترجع له مرة تانية لما بعيد عنه، بياخدها نيوكولا بتقطع وتطلع بره الملعب. محمد يوسف رمي التماس الأرسنال لعبة 13 كويت، ترجع له لما يلعبها بره الملعب. وكويت مشيلة رقم 13 بيلعبها بره الملعب. ابراهيم حسن بيقول له هات الكورة هنا جنب رايه النص قدامنا. ابراهيم حسن الى محمد يوسف، محمد يوسف اتزنى رجعها ورا لابراهيم، ابراهيم لأسامة عرابي لمحمد يوسف، لأسامة عرابي، أسامة عرابي بيلعبها لأيمن شوقي لأسامة عرابي. أسامة عرابي بيفوت لما بيتكعبل ويقع وبتروح الكرة بتعب أمامية طويلة طويلة لفيكا لنجويلة بتتاخد، ياخدها إبراهيم. إبراهيم بيلعبها لمحمد عبد الجليل بيلعبها ضعيفة برجله اليمين بكعبه وتوصل ناحية شمال. هادي خشبة بيشارك وبياخدها فعلا، برافو هادي على طول في وسط الملعب لجمال مساعد. ابراهيم حسن، ياسر ريان، ياسر ريان لحسام، محمد عبد الجليل وتفوت وتلعب في وسط الملعب.
حرة غير مباشرة للنادي الأهلي. ضربة حرة غير مباشرة للنادي الأهلي. هيلعبها إبراهيم حسن. 25 دقيقة على بداية الشوط الثاني من لقاء الأهلي وأرسنال لسوتو، وما زالت النتيجة التعادل بدون أهداف. بتلعب لهادي خشب بشوطها جامدة على الأرض لما تطلع بره الملعب بره الأهلي باليمين بثلاث أربع ياردات. راجع هادي خشبة. هادي خشب بدأ إن شاء الله كده يبقى من نجوم مصر يستطيع الأرسنال الأهلي التعادل بدون أهداف زي ما هو حضراتكم شايفين على الشاشة. إلى تيسيتو خالي رقم 7 أمامية، محمد يوسف يرجعها على طول إنما بيستقبلها ركوة مشيلة، ورقم 6 لفيكا لخويلة تروح من اليمين للشمال تتقل أربع نقلات بيمشي بيها أحمد فهمي. أحمد فهمي أحمد فهمي لعبة عالية مش لأي حد، لما يمكن محمد عبد الجليل يلحقها لا ما يلحقهاش. لعب توصل لاتسو وليد. هذه خشبة على الأرض لجمال مساعد. جمال مساعد بيحاول ياخدها لما تقطع على طول وتلعب. خدها إبراهيم حسن وعالية حسام حسن في رأي سلطان. ضربة حرة غير مباشرة. ضربة حرة غير مباشرة بيلعبها متلاتسي. محمد يوسف في دفعة قوية من شيليسو ماليفان رقم 2 في ظهر حسام حسن. تبقى ضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي. ضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي. إبراهيم لأسامة عرابي. أسامة عرابي بيلعبها في رايا وصفارة. طبعا كنتوا تسألوا يحاول يصلح موقفه. رايا وصفارة. هذه خشب. أحمد فهمي بيلعبها ياخدها لفيكا لخويلة تتقطع وتوصل ياسر انا بره الملعب ما يلحقهاش. رمي التماس للارسنال. شيليسو ماليفان رقم 2. شيليسو ماليفان رقم 2 بيلعبها تطلع بره الملعب ضربة مرمى للنادي الاهلي. حوالي 28 دقيقة من بداية الشوط الثاني وما زالت نتيجة على الجول. ده المعلق اللي سوتي بينقل على الهواء إلى ليسوتو. هذه خشبة لإبراهيم حسن لأحمد فهمي. محمد عبد الجليل محمد يوسف. محمد يوسف ياسر ريان لعبها في النص بيطلعها حسن حسن لوحده والجول. عاوز شيء من الترايز. هاجلك معلش يندب حظه حسام حسن. معلش انا شايف اللاعب رقم 4 ايمانويل تلهمولا. ايمانويل هنشوفها مره ثانيه على الحكام اهو. ايمانويل تلهمولا هيطلب تغييره هنشوف بمين. سامع عرابي بيلعبها بتوصل للاعب رقم 13 ركويت مشيله في ضربه حره مباشره. ايمانويل تلهمولا بيطلبوا تغيير 15 ش
كيوهو متابع. كيوهو متابع؟ هنز بداله إيمانويل رقم 4. إيمانويل تلهو مولا. إيمانويل بينزل بعد مضي حوالي نصف ساعة من الشوط الثاني. مباشرة هيلعبها تلهكو ميلو ابي رقم 5 طويلة تخبط محمد يوسف بيطلعها حسام بيستقبلها ياسر ريان داخل في الوسط بيلعبها لحسام حسن ايمن شوي لحسام لياسر ريان بيلعبها لحسام لما تتقطع وتلعب ابراهيم حسن بيلعبها لما توصل على طول لرقم 7 محمد يوسف بيلعبها تخبط وتطلع بره الملعب رامي التماس بتلعب على طول محمد يوسف لحسام عرابي حسام لهادي خشبه لايمن لحسام على طول لتيسيتو خالي يحاول يلعبها له ويطلع شوير مرافع احمد وعاليه بره الملعب ضربه مرمى للنادي الاهلي الكره اللي فاتت دي كانت خطيره هنشوفها تاني اهي هنشوف لعبة نمرة بعد انا لسه نازل دلوقتي ايمانويل اللعبه تخبط في شوير وترجع في تغيير دلوقتي نازل وليد صلاح الدين وهيطلع محمد عبد الجليل وليد صلاح الدين رقم 16 هيطلع محمد عبد الجليل وفاضل 15 دقيقة على انتهاء الشوط الثاني من لقاء الاهلي شايفين احنا دلوقتي 32 دقيقة 13 النص الثاني يعني فاضل 13 دقيقة تقريبا يبقى محمد يوسف سيبها وليد صلاح الدين اول كرة تطلع بره الملعب رامي التماس لأرسنال لسوت هادي خشب لأحمد فهمي تبعد ترجع في نص الملعب هادي خشب وسام عرابي وليد صلاح الدين يرقص واحد واثنين ويفوت بيلعبها لياسر ريان لجمال مساعد لحسام عرابي بيصلح ايمن شوقي يا سلام بيطير ده كان صوته بيطلعها ايمن شوقي بيطبطب عليه روح نشوفها مره ثانيه مع بعض ادي حسام عرابي يلعب على الارض حسام حسن يلعب على طول على الشمال بيطير ويطلعها بره تلوكو ميلو عافي طويلة بره الملعب رامي التماس للنادي الاهلي هيلعبها محمد يوسف الاهلي الارسنال التعادل بدون اهداف هذه خشبة رمية عالية لوليد صلاح الدين بيستقبلها كويس قوي تلعب عليها في النص تطلع وتلف وعاليه ياسر رايح بيستقبلها ياسر ناحيه الشمال لحسام حسن لما يقع في الارض حسام وتروح تلعب على طول واحد اثنين وبتتحرك قدام
اللي فيك الاخويلة طلعها هذه خشبة برا الملعب رمي التماس لأرسنال لسوتو. أرسنال لسوتو طلعت برا الملعب خمسة وثلاثين دقيقة على بداية الشوط الثاني من لقاء الأهلي وأرسنال لسوتو. طبعا الجمهور اللي جاي متعطش انه يشهد فوز النادي الأهلي ويسعد به ان شاء الله يسعد في العشر دقائق اللي فاضلة. وسام عرابي وليد صلاح الدين ضربة حرة غير مباشرة يلعبها حسام تخبط يلعبها مرة تانية ابراهيم وتخبط وترجع هادي خشب هادي ينطلق لما تتقطع وترجع لأسامة عرابي. أسامة عرابي بيلعبها ياخدها نمرة سبعة وينقلها طلعها محمد يوسف أسامة عرابي تطول منه بينقلها لياسر ريان ناحية الشمال بينقلها من الشمال لليمين لأحمد فهمي بينقلها على طول لأيمن شاوي أيمن شاوي لأحمد فهمي عليا برا الملعب الكرة خرجت مرمى لعب ولف الدخل الثاني تبقى ضربة مرمى على طول لأرسنال لسوتو. ياسر ريان بيستقبلها ويفوت من ناحية الشمال في انذار اللاعب رقم 13 أول انذار في لقاء اليوم راكويت موشينا رقم 13 ياسر ريان بيحاول يفوت بياخدها منه بتطول بيحاول اسامة عرابي ياخدها لما هو داخل في اركنك ان شاء الله تكون سليمه يقوم اسامة عرابي سأقول له باقي 10 دقائق على انتهاء لقاء الاهلي وارسنال لسوتو نقول ان نتيجه المباراتين مع بعض حسب اولا بالنقط يعني النادي الاهلي فاز في لسوتو بمليون نقطتين اذا تعادل هنا يبقى له نقطه يبقى ثلاثه وارسنال لسوتو نقطه يبقى اللي يستمر في المسابقه النادي الاهلي. حسام عرابي لمحمد يوسف ينطلق بيلعب على الارض حسام حسن ياسر ريان حسام عرابي محمد يوسف ياسر ريان بيمشي ياسر ريان لعبها ورا لوليد صلاح الدين لعبها انما في ايد الجول على طول تبان سوتو طويله ابراهيم حسن لعبها ناحيه اسامه عرابي تطول منه وتوصل لابراهيم ياخدها ابراهيم لحسام لوليد صلاح الدين قطعها ابراهيم لاسامه لابراهيم لجمال مساعد لوليد صلاح الدين لجمال تتقطع في السكه وتوصل الى لتيسيتو خالي رقم سبعه علي ينط يطلع شوبير يظبط شوبير على الارض هذه خشبه هذه أمامية طويلة على طول أيمن شاوي لهادي توصل ثاني لهادي بيتقدم لعبها لويس صلاح الدين لأيمن شاوي خد نفسه تخبط في العرض وترد بره يا أيمن يا بختك السيء حظ سيء جدا لأيمن شاوي يا سلام أحلى كورة النهارده
طاقة. يا ريت تشوفها تاني. وفي هنا رمي التماس هنشوفها اهو. ادي خشبة ولي صلاح الدين دايما شوي يفوتها لنفسه اهو مع لوحده والجول. العارضة بره الجول. ترجع الحسام لما يطلعها على طول قدام اللي مربعها اهو. وتنتهي اخطر كرة في لقاء اليوم. رمي التماس بيتابع محمد يوسف. الجمهور بيقولوا لسه ولسه ان شاء الله طالما في وقت في جول. وادي 40 دقيقة على بداية الشوط الثاني. في 5 دقايق حسب ساعتي انا. بيمسك أسامة عرابي لعب ضربة حرة مباشرة على طول لوليد صلاح الدين. وليد صلاح الدين يمشي حسام. بيستقبلها مرة تانية وبالعمل حسام.
الرجل حسام ورانا من الاثنين تشيليسو بيفوت بيلعبها برجله الشمال لما ضعيفه برجله اليمين بيلعبها برجله اليمين ضعيفه بتلعب لاسامه عرابي اسامه عرابي بيرجعها ورا محمد يوسف محمد يوسف لاسامه عرابي بيتحرك ياخدها اسامه بيلعبها ورا لهادي خشبه لابراهيم حسن في رايه وصفاره نتيجه تسلل حسام حسن 45 دقيقة و10 ثواني معنى كده ان انتهى الوقت الاصلي للشوط الثاني حكم الدولي الاوغندي ويري ميتشيل هيلعب في الوقت بدل الضائع اللي هيقدره عن الايقافات اللي تمت في الشوط الثاني وما زالت النتيجة تقدم النادي الاهلي بهدف لا شيء احرزه حسام حسن في الدقيقة 41 محمد يوسف بيلعبها تخبط في رجل ياسر ريان وتطلع بره الملعب رمي التماس للنادي الاهلي رمي التماس للنادي الاهلي لعبها شليسو ماليفان رقم 2 اسامة عرابي ياسر ريان ياسر ريان لاسامة عرابي اسامة عرابي محمد يوسف صلاح الدين بيلعبها تخبط تطلع بره الملعب رامي التماس للنادي الاهلي رامي التماس للنادي الاهلي 46 دقيقة و24 ثانية ابراهيم حسن لحسام حسن لحسام حسن وتطلع بره الملعب رامي التماس للنادي الاهلي حكم الدولي الاوغندي ويري ميشيل بيشوف ساعته بيحدد الوقت اللي هينهي فيه الشوط الثاني اسامه عرابي لعبها بالعرض لعبها الارض توصل لرقم اربعه ايمانويل اللي نزل ثاني تايم وبيسطر حكم الدولي ميري ميتشيل بفوز النادي الاهلي بهدف لا شيء احرزه حسام حسن في الدقيقه 41 مش